هنتكلم اكتر عن الخبر ده وازاي نعلم اطفالنا ما يقعدوش كتير قدام التلفزيون مع ضيفتي اللي على التليفون دكتوره ساميه خضر استاذ علم الاجتماع في جامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور ساميه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور ساميه. عايز اعرف من حضرتك ازاي اي ام بتسمعنا وبتشوفنا دلوقتي تقدر تتحكم في طفلها انه ما يتفرجش على التلفزيون كتير، خاصه اكيد حضرتك عارفه ان المعامله مع الاطفال بالعند، بمعنى انت مش هتتفرج على التلفزيون فهو لا انا هيبقى عايز اتفرج على التلفزيون، ازاي تتعامل مع الطفل؟ احنا مش المفروض بندي اوامر. تمام. احنا الاول بنوضح لماذا. يبقى احنا اول حاجه بنوضح لماذا. صحيح. دي واللي احنا مش متعودين عليها. الامهات عندنا هنا او الاباء شخص على طول ما تشوفش ما تعملش، فبالتالي بيتولد عنده العند. لا هعمل ده. انا عايز اقول لك لما بيكونوا بيربوا قطه في الخارج، لما بيربوا قطه بيقعدوا يتكلموا مع القطه دي او الصبح او ما يشوفوهم 10 دقائق وقبل النوم 10 دقائق. صحيح. تصدقي بقى؟ ايوه. بشوف اصحاب ليا كتير فعلا بيعملوا كده. كويس. يبقى لازم الطفل ما بنعملش معاه كده. الطفل على طول بنزعق بنسب السلخ. الام متعوده انها تسلخ على طول. صحيح. وده بقى اللي بيخلي كمان الطفل يتعلم العند. فضروري جدا اول حاجه بقعد كده بهدوء 10 دقائق كده طبطب واديله حاجه حلوه كده عشان يتبسط واقول له بص لما بتقعد كده بيحصل كده. عارفه لو انت عملتي كده هتلاقي هو هيقول لاصحابه بالطريقه دي. لكن اطلع ادخل مفيش تلفزيون. هو كده عينيك هتوجعك. انا بشوف امهات بتسلك على طول. صحيح. انا شخصيا بجد انا شخصيا بتضايق. يعني انا والله كلنا بنتضايق من اصواتهم حوالينا. ايوه. ما ينفعش يا استاذ. في حاجه ثانيه بقى لازم نقولها. الاسره في مصر بتخلف عشان تخلف. عشان ما يقولوش الست ما بتخلفش. وعشان كمان بيعلموها ان لما تخلف تقدر تمسك الزوج اكتر. وتقيده اكتر. دي نمره واحد. لكن قصد حضرتك يا دكتور ساميه وكل حاجه دي نمره واحد. نمره اثنين اتفضلي. علشان ما يقولوش مش بتخلف. نفس الشيء بالنسبه للراجل. نفس الشيء بالنسبه للراجل. فهنا اول ما بتتجوز شيء عجيب جدا وغريب ان يا دوبك ما يكونوش لسه مرت حاجه يقول لك هي مش حامل هي صحيح. مش حامل. ما ينفعش. لازم يبقى في وقت هم يتبسطوا ويعرفوا بعض وياخدوا على بعض ياخدوا طباع بعض. صحيح. يعني قصدي حضرتك ان هم ياخدوا طباع بعض ويعرفوا يعني ايه مسؤوليه طفل جاي. بالظبط كده. وكمان يعرفوا انه مسؤوليه على فكره مسؤوليه صحيه. صحيح. ونفسيه. يكون عندهم صبر يكون عندهم قوه تحمل. صحيح. يعني يحط في دماغه حته غازه كده بتحطيه تحطيه شمال يقول لك حاضر تحطيه يمين يقول لك حاضر. صحيح. دي اللي احنا مش فاهمينها. الاب والام ضروري انه يقعدوا على الاقل سنه. صحيح. يقدروا ان هم يتفهموا بعض يا استاذ. تمام. طبعا انا بشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتوره ساميه خضر استاذ علم الاجتماع في جامعه عين شمس. شكرا جزيلا لحضرتك.